تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، أهلا بكم في حلقة خاصة مع السيد رئيس جامعة الأنبار الأستاذ الدكتور خالد بتال النجم. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا أهلا أستاذ. مسرورين جدا أن تكون ضيف اليوم. أنا سعيد جدا باللقاء مع حضرتك وبالتواصل مع مشاهديكم الكرام. دكتور بداية احنا مقبلين إن شاء الله على عام جديد وتوديع عام 2018، نريد نتعرف على أهم الصعوبات اللي واجهتكم خلال عام 2018 واستعداداتكم لاستقبال عام 2019. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة عام 2018 فيه شقين، شق استكمال لعام أكاديمي عام 2017-2018 وعام تقويمي ميلادي. إذا تكلمنا عن العام الدراسي 2017 وما استكملناه في العام عام 2018، كان عام إصرار وعام تحدي، عام حقيقة أشبه ما يكون مثاليا من ناحية الانتظام في الدوام، ولكن كان مليء بالصعوبات. كما تعلم حضرتك ويعلم المشاهد الكريم بأن الجامعة عادت من مشكلة النزوح، ولم يكن الموقع الجامعي في الكليات والمراكز البحثية والعلمية مهيئ بشكل كامل لاستقبال العدد المتزايد من الطلبة، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بهمة وتكاتف جميع منتسبي الجامعة وبتفهم أبنائنا الطلبة العالي لوضع الجامعة، استطعنا أن ننجز العام الدراسي 2017-2018، وهو أول عام دراسي بعد العودة من النزوح، واستكملناه ببداية هذا العام الدراسي 2018-2019، ونحن الآن على أعتاب نهاية الفصل الدراسي الأول. الأمور تسير بشكل جيد جدا من ناحية الدوام والانتظام والالتزام. المشاكل هي مشاكل مرتبطة بوضع الجامعة الخاص وبتوفير التخصيصات المالية لإدارة الجامعة في كنفقات تشغيلية وكنفقات استثمارية في إعادة إعمار ما دمر من الجامعة. حقيقة وضع جامعة الأنبار قد يكون وضع خاص، لأن عندما هجرنا ونزحنا من الجامعة في عام 2014 كان عدد طلبة الجامعة بحدود 14,000 طالب فقط، أما اليوم فإن عدد طلبة الجامعة هو 23,000 طالب ونص. هذه الزيادة الكبيرة بحدود 60% أو أقل أو أكثر بقليل لم ترافقها زيادة في عدد المباني والتوسيع أو التوسع في البنى التحتية، وإنما نقصان في عدد المباني نتيجة الدمار الكامل. عندنا بحدود 13 بناية مدمرة بشكل كامل أو بنسبة كبيرة لم يتم إعادة تأهيلها لحد الآن، نعم، إضافة إلى أبنية كلية التربية القائمة. هذه مشكلة كبيرة، وإذا ما عكسنا هذا العدد على الأقسام الداخلية أكيد فإن عدد طلبة الأقسام الداخلية أيضا زاد مقارنة بالعام 2014، من 2150 طالب وطالبة إلى 4500 طالب وطالبة الآن يسكنون في القسم الداخلي. صاحب ذلك فقدان قسم داخلي كامل في كلية الزراعة كان يستوعب بحدود 1000 طالب. الآن الأمور أفضل بعد أن أعدنا إعمار وترميم القسم الداخلي رقم 9 في داخل مدينة الرمادي، وخصصناه لطلبة كلية المجموعة الطبية بكلياتها الثلاث وكلية الزراعة. الوضع ليس مثاليا في الأقسام الداخلية، ولكن نستطيع أن نقول بأنه جيد ضمن الإمكانيات المتاحة. يعني شيء بشيء يذكر، يوم أمس على نشرات الأخبار أو على مواقع التواصل الاجتماعي مظاهرات في أقسام داخلية في جامعة البصرة، نعم، اعتراضا على عدم وجود المياه والتيار الكهربائي. يعني نقدر نقول أن اليوم جامعة الأنبار تجاوزت هذه المرحلة، اليوم توفر المطالب الأساسية للطالب. للأمانة الأكاديمية ومصارحة المشاهد الكريم، لا يمكن لجامعة البصرة أو جامعة الأنبار أن تتحمل بعض الأمور اللي هي خارجة عن صلاحياتها. لا أتكلم عن جامعة البصرة، فلها ظروفها الخاصة ووضعها الخاص كمحافظة كاملة. أتكلم عن جامعة الأنبار. إحنا الجامعة ما ممكن أن نعمل بمعزل عن المحيط.
احتاج التعاون مع الماء ومع الكهرباء ومع المحافظة بكل دوائرها بشكل عام. نحتاج التعاون مع طلابنا أنفسهم في كيفية ترشيد استهلاك المياه وكيفية المحافظة على الأقسام الداخلية، لأن حقيقة إعادة الأقسام الداخلية للعمل كانت بجهود مضنية كبيرة جدا وبدعم من وزارة الهجرة والمهجرين ومن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ومحافظة الأنبار وإمكانيات الجامعة الذاتية. استطعنا أن نعيد دكتور حتى نغادر 2018. نعم. النقطة المضيئة اللي يفتخر بها دكتور خالد أنه تم إنجازه في عام 2018؟ لا يحضرني نقطة واحدة ولكن مجموعة من النقاط. أنا دائما أركز على الجانب العلمي في إدارة الجامعة. ما حققته جامعة الأنبار في العام 2018 بنشر أكثر من 200 بحث في مستوعبات سكوبوس، أنا أعتقد هذه نقلة نوعية في جامعة الأنبار، بعد أن كنا قبل سنوات ثلاث نعاني من إقناع الزميل التدريسي في النشر أو قبل النشر في الاقتناع في أهمية محاولة النشر في هذه المستوعبات. 2018 كان علامة فارقة ولدينا المزيد في عام 2019 إن شاء الله. إن شاء الله. نروح شوي للمؤتمر الدولي. نعم. يعني في سابق لجامعة الأنبار احتضنت هذا المؤتمر المهم. حدثنا عن أهمية المؤتمر، المشاركين في المؤتمر، مخرجات هذا المؤتمر. نعم. حقيقة بعد أن عادت الجامعة من فترة النزوح كنا نفكر في حدث مهم يجلب الأضواء إلى الجامعة. وبما أنه هي جامعة فيجب أن يكون الحدث هو حدث علمي، حدث اجتماعي، حدث ثقافي يلائم ويناغم واقع الجامعة وواقع المحافظة بشكل عام. فارتأينا أن يكون مؤتمر دولي لمكافحة التطرف والإرهاب ضمن هذا المعنى، فاخترنا عنوانا للمؤتمر وبدأنا العمل. وحقيقة كان مؤتمر علمي رصين جدا، حيث استقبلنا أكثر من 230 بحث، لم يقبل منها إلا 100 بحث فقط. يعني للأمانة هذه يعني سابقة في المؤتمرات العلمية بأن يرفض أكثر من 50% من البحوث المقدمة. الشيء المهم الأكثر أهمية من الجانب الأكاديمي هو مكان المؤتمر والرسائل التي بعثت من المؤتمر. أصرينا أن يكون إقامة المؤتمر في مدينة الرمادي في جامعة الأنبار، وأن نستضيف أكثر من 60 باحث من داخل وخارج العراق، باحثين من خارج العراق أكثر من 15 باحث من 11 دولة، باحثين من داخل العراق من مختلف المحافظات العراقية والجامعات، استضافناهم في مدينة الرمادي في أول افتتاح لأول فندق في محافظة الأنبار يسكنه الشخص الأول هذه للتاريخ، الأستاذ المساعد الدكتور وليد الساعدي عميد كلية الفقه في جامعة الكوفة. أول شخص ينزل، تحياتنا إلى طبعا، في فندق في مدينة الرمادي. استضفنا أيضا باحثين من دول مختلفة، من الأردن، من اليمن، من إيران، من ماليزيا، من أمريكا، من مختلف الدول، وأقمنا أمسية على ضفاف نهر الفرات أيضا في مدينة الرمادي. فكانت الانطباعات والرسائل التي بعثت خلال المؤتمر وبعد المؤتمر كان لها حقيقة وقع كبير في نفسي شخصيا وفي نفوس منتسبي جامعة الأنبار، لأننا أردنا أن نوصل رسالة بأن الأنبار وأهلها بعيدين عن التطرف كل البعد. تمام. دكتور، اليوم خلال تواجدنا ومراقبتنا لأداء جامعة الأنبار دائما ما نلاحظ أكو توجهات للانفتاح خارج الجامعة. اليوم جنابك تتحدث عن افتتاح فندق وحتى في محافظة الأنبار، ما مدى رؤية الأستاذ الدكتور خالد بتان النجم لموضوع أن تنفتح الجامعة على المحيط في محافظة الأنبار، يعني حتى اجتماعيا أو في جميع التفاصيل الأخرى؟ حقيقة قد يكون هذا الفهم الذي أتمنى أن يكون عميقا لدور الجامعة وواجبات الجامعة قد يكون متأتي من دراستي في بريطانيا. لاحظت في أن الجامعات الغربية وزياراتي لدول كثيرة ومشاركات كثيرة
الجامعة هي جزء من المجتمع. فعندما كلفت رئيسا للجامعة قررنا مع بالتشاور مع الزملاء في مجلس الجامعة بأن الجامعة لن تكون حبيسة أسوارها، يجب أن ننطلق للمجتمع لأسباب كثيرة. هذا هو واجب الجامعة، أن لا تخرج فقط وتدرس الطالب، يجب أن تؤثر فيه ومن خلاله في المجتمع. هذا واحد. النقطة الأخرى، الجامعة لديها من الإمكانيات الكبيرة إن استخدمت واستثمرت بشكل صحيح ستكون من الأهمية بمكان أن تؤثر في المجتمع، سيما وأن جامعة الأنبار تعمل في وسط صعب من ناحية الظروف اللي مرت بها جامعة الأنبار. جامعة الأنبار مرت برحلة طويلة منذ تأسيسها ولهذا اليوم. أسست في 23/12/1987 ولم يكن هنالك مكانا مخصص للجامعة، وإنما خصص لها معهد، المعهد الفني في الرمادي، وبدأت مرحلة الإعمار ومرحلة تهيئة المكان بصعوبة بالغة أثناء الحصار، والجميع يعلم ماذا حل في الجامعات في الحصار، رواتب متدنية وإعمار قليل وزيادة في عدد الطلبة. ومن ثم بعد الاحتلال أيضا مرت الجامعة بعمليات نهب وسلب في أجزاء كبيرة من عدها. بعد 2005 عملنا في الجامعة حقيقة في ظروف صعبة عندما سيطرت القاعدة في وقتها والتنظيمات الإرهابية الأخرى على المدينة، كنا نعمل في ظرف صعب جدا، نخرج ولا نعلم هل نعود إلى بيوتنا أم لا. وتوجت هذه الفترة في باحتلال عصابات داعش الإرهابية للجامعة. كل هذه هذا السرد التاريخي لظروف عمل الجامعة يحتم على الجامعة أن تذهب بعيدا في التعامل مع المجتمع ومحاولة التأثير في أبناء المجتمع كي لا نعيد هذه المأساة مرة أخرى، سواء في محيانا أو في زمن أحفادنا أو أبنائنا. شكرا دكتور، نذهب إلى فاصل. شكرا. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا دكتور. اليوم سؤال يشغل الكثيرين، في ظل الأزمة الاقتصادية اللي يمر بها البلد واللي انعكست على جميع مؤسسات والدوائر، اليوم جامعة الأنبار تحديدا ماليا كيف تدار؟ إذا تسمح يعني أبدا. أنا جايب الموازنة وياي، توقعت أني هذا السؤال حقيقة. هذه موازنة، أتمنى يمكن المشاهد ما يقدر يشوف، هذه بها أبواب تعويضات موظفين، نفقات جارية، مخصصات، مستلزمات خدمية، مستلزمات سلعية، قرطاسية وإلى آخره. راح نعطيك شكل على التعيين أرقام لموازنة 2018. يعني نفقات وساطة النقل 11 مليون، نفقات الأخرى 3 ملايين، النشر والإعلام 5 ملايين، نفقات النشر 1,900,000، يعني لا على إيجار المكان والمعدات 18 مليون. وأنا بالجامعة ما عندنا ولا آلية واحدة، لا شفل ولا قلابة ولا لسنة كاملة، لسنة كاملة. مثلا يعني الضيافة والوفود والعلاقات 9 ملايين دينار، تدير بيها كل الضيافة والوفود والعلاقات لسنة كاملة 12 شهر. البريد 2,000,000، طوابع بريدية 2,000,000، أجور المكالمات الهاتفية 4,500,000 لسنة كاملة لجامعة كاملة. يعني استشارات قانونية 3 ملايين، يعني التعضيد والترجمة والتأليف 15,968,000 لجامعة كاملة بها 1,600 وأكثر من 50 تدريسي. وإذا نستمر القرطاسية 11 مليون، تخيل قرطاسية 11 مليون، كيف تدير هاي 23,000 طالب بقرطاسية تشتري بها بند ورق وكارت رجمال حاسبة وحبر ب 11,707,000 وإلى آخره. حقيقة سألتني كيف تديرونها. الجزء الأساسي هو يقع على عاتق الكليات فيما يسمى بصندوق دعم التعليم العالي. هو بالأصل هذا الصندوق استحدث لدعم التعليم العالي بشقيه، مكافآت للمنتسبين وهي مبالغ زهيدة جدا،
و30% من واردات هذا الصندوق تذهب إلى ما يسمى بفك الاختناقات. يستطيع الرئيس الأعلى أو رئيس مجلس إدارة الصندوق التصرف بهذه المبالغ لفك الاختناقات، فك اختناقات العملية التعليمية. رئيس مجلس الصندوق في الجامعة أو في الوزارة؟ لا، في الجامعة، رئاسة الجامعة بها صندوق، والكليات كل كلية بها صندوق. فإحنا ندير الجامعة حقيقة بهذه الموازنة، بترشيد الاستهلاك وضغطه إلى أقل ما يمكن، واستخدام موارد صندوق التعليم العالي اللي هي 30% ندير بها الأمور الأساسية، القرطاسية، الوقود إلى آخره. يعني جامعة الأنبار، هاي الموازنة مال جامعة الأنبار لعام 2018 1,550,000,000 دينار، يروح من عندها شهريا 34 مليون وقود غاز للمولدات وكذا، وعلى الباب موجود بها 230 مليون فقط، 400 مليون تقريبا هذه بس وقود، وعلى الباب 230 مليون. فيبقى عندي أنا نقص بحدود 180 أو 200 مليون ذني نقص عندي. شهر 11 وشهر 12 محافظة الأنبار مشكورة، صرفت لنا هاي 34 ب 34 على المحافظة صرفونا، ما عاد بقى قعدنا بالباب، متعاونين معانا جدا. طبعا نوجه شكرنا للسيد المحافظ، هو هم يعني من بابهم ساعدونا صرفونا. الأمور الملحة الأخرى مثل ما ذكرت نعتمد على صندوق التعليم العالي، هاي فيما يخص إدارة الجامعة اليومية. أما فيما يخص الإعمار، الإعمار عندنا باب نتكلم احنا بكل شفافية وبكل وضوح، 80% من أجور طلبة التعليم الموازي أو النفقة الخاصة الصباحية تسمى في بعض الأحيان، وأجور طلبة الدراسات العليا على النفقة الخاصة في الكليات توضع في صندوق يسمى قرار 340 لمجلس الوزراء، ومن ثم في تعليمات تنفيذ أو تعليمات الصندوق العالي رقم 187 سنة 2018، هذه نصرفها على إعادة الإعمار. أتتنا العام بحدود مليار، يعني تعتبر تمويل ذاتي. نعم تمويل ذاتي، وهذا العام بحدود مليار ومئة أو مليار ومئة وخمسين بعد ما كمن أخذنا المبالغ من الكليات، نصرف هذه الكليات على إعادة الإعمار. من ضمن هاي المشاريع اللي على هذا الصندوق إعادة إعمار كلية القانون بحدود 180 مليون. دكتور هذا استحداث يعني انه هذا؟ نعم هذه صارت في السنتين الاخيرتين فقط، ما كانت موجوده سابقا. كانت هذه الاموال الكليات تتصرف بها لتطوير الكليه وشراء اجهزه والى اخره، ولكن لهذه الظروف الان احنا لا، ما عندنا تطوير في الكليات، ما عندنا شراء اجهزه، متوقف الحياه، نريد نعيد الجامعه فقط كجدران، مع بعض يعني نظرة مو سوداوية لهالدرجة، ولكن يعني بها نسبة كبيرة من الواقعية. أعدنا مثل ما ذكرت كلية القانون، قسم الهندسة الميكانيكية، قاعة الشهداء، انشأنا مجاميع صحية جديدة، رممنا المجاميع الصحية، هاي حاجات إنسانية بالنسبة لي، هاي سبقية أولى أنجزناها. يعني كل المجاميع الصحية في الجامعة أعيد ترميمها، وانشأنا مجموعة صحية من 20 مرافق صحية بين كليتي التربية الصرفة والإنسانية والآداب عفوا. مشاريع أخرى قد لا تحضرنيها، تجهيز القسم الداخلي رقم 9 بمنظومة التبريد بحدود 370 مليون أيضا من هذا المبالغ، وهكذا. هذا فيما يخص واردات الجامعة. أما الجزء الأكبر من هذا الإعمار هو عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنماء UNDP، والمحافظة أيضا ساهموا في بعض المشاريع ضمن صلاحيات السيد المحافظ المشاريع الصغيرة. هذه بالمجمل. وزارة الهجرة والمهجرين أيضا قدمت منحة للجامعة لإعادة الأقسام الداخلية وترميم جزء من القسم الداخلي رقم 9 تحديدا، هذه المنحة على وزارة الهجرة والمهجرين. أكو قرب بين برنامج الأمم المتحدة UNDP وبين جامعة الأنبار؟ اليوم دائما نحسهم يعني حتى حصة الأسد دائما من هذا البرنامج أو هذا المشروع هي لجامعة الأنبار، ممكن تطلعنا عن هذا السبب؟ وحقيقة هاي بها قصة، يعني بها بعض الفانتازيا شوية. جامعة الأنبار أجرينا مؤتمر لإعادة الإعمار في يوم 26/4/2016،
بعد ما تحررت الجامعة قلنا لازم عندنا خارطة الطريق كيف نعمر وكيف نتعامل في الأعوام الدراسية اللاحقة. حضر ممثل الأمم المتحدة لهذا المؤتمر وطلبت من عنده لقاء مع مسؤول البرنامج في العراق. ثاني يوم يوم 25 عقدنا أول لقاء في فندق الرشيد. عندك اطلاع عن هذا البرنامج؟ نعم 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 نعم. ولكن كان العائق هذا البرنامج يعمل على إعادة الاستقرار في العراق وليس إعادة البلاد وليس إنمائي، لأنه أولوياتهم هي لإعادة استقرار المناطق المحررة. أول لقاء أعطيتهم شرح عن الجامعة، كان برفقة السيد المساعد الإداري السابق ومدير الأعمار المشاريع والأخوة المهندسين، نشكرهم على جهودهم طبعا. وما يفوتني أشكر جهود السيد رئيس الجامعة السابق أيضا حقيقة، يعني كان متواجد وموجه وعمل بكل تفاني. كان ضمن قراراتهم بأن الجامعة ليست من أولويات البرنامج ولا تدخل ضمن برنامج إعادة الاستقرار. أنا كنت مساعدا علميا في وقتها ولكن كنت أدير هذا الملف بصفة أتحدث اللغة الإنجليزية وهم يتكلمون اللغة الإنجليزية طبعا الاجتماعات الرسمية. فبدأنا مرحلة إقناعهم بأن الاستقرار لا يمكن أن يكون في محافظة الأنبار دون عودة الجامعة، ولا يمكن للجامعة أن تعود بدون دعمهم وبدون إعادة إعمار المرافق الخدمية في الجامعة والأبنية والأقسام الداخلية. استمر هذا العمل بحدود 3 أشهر. كانت المشكلة الأخرى هي وجود المخلفات الحربية في الجامعة، فأيضا كان عن طريق السيد المحافظ الأسبق تواصل مع شركة جنص والشركات المتخصصة الأخرى. المهم أنجزنا عملية إعادة أو تنظيف أو إزالة المخلفات الحربية من الموقع، وأقنعنا برنامج الأمم المتحدة بإدخال مشاريع الجامعة ضمن مشاريع إعادة الاستقرار. وتوالى العمل طبعا، بدأوا بأبنية معينة. طبعا فاتني أن أذكر بأن أول مشاريع أنجزت هي لصندوق إعادة الإعمار، من إعادة صندوق إعادة الإعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية. أول ما استلم الدكتور مصطفى الهيتي، طبعا نوجه له تحية وهو متعاون ومتواصل بشكل مستمر معنا، أول 6 مشاريع أنجزت في الجامعة ضمن صلاحيات التنفيذ المباشر أقل من 100 مليون. مشروع المياه وشؤون الطلبة والإدارة والاقتصاد، 6 مشاريع بالعموم. وتوالى العمل مع UNDP إلى أن صرفوا بحدود 8.5 مليون دولار داخل الجامعة ضمن هاي التفاهمات. أجاب على سؤال حضرتك، ليش UNDP والجامعة متفاهمين؟ أولاً الجامعة وفرت كل مستلزمات وأسباب نجاح عملهم، هم برنامج بالتالي يبحثون عن النجاح أيضا. باب رئيس الجامعة مفتوح لمهندسي UNDP بشكل مستمر، أغلبهم طلابنا طبعا للأمانة أيضا، فأكو نوع من علاقة الثقة ونوع من التعامل الشفاف، نتعامل بشفافية. جميع المشاكل اللي ممكن أن تصير نعمل على حلها بشكل آني، يعني رئيس الجامعة، السيد مساعد إداري، مدير الإعمار متواجدين، وهذا الإعلام موثق في أكثر بشكل مستمر بمواقع العمل. هذا ولد نوع من المصداقية والثقة في التعامل أيضا. فكانوا، أنا ما أتكلم عن لسانهم ولكن هم يقولون يعني نرغب باستمرار العمل مع الجامعة لأن العمل سلس بشفافية رغم بعض الإشكالات اللي صارت من بعض المقاولين ولكن مو من الجامعة. دكتور، ما يقارب 8 مليون دولار 8 مليون دولار ونص تقريبا من UNDP. نعم فقط من UNDP. تمام دكتور. اليوم يعني في حديثك طرقت إلى 13 بناية مهدمة تقريبا في أو غير صالحة لمزاولة العملية التربوية في أو التعليمية في جامعة الأنبار. اليوم الوجه المشرق لجامعة الأنبار، يعني اليوم أنا حقيقة يعني منتس في جامعة الأنبار لكن تفاجأت من هذا الحديث. الوجه المشرق لجامعة الأنبار اليوم الثورة العمرانية الموجودة في جامعة الأنبار، ما صرفت الأنبار يعني عن كبرنامج UNDP، كصندوق إعادة إعمار المناطق المحررة أو المتضررة جراء الإرهاب، اليوم ماكو صرف أنظار عن جامعة الأنبار، تحس بهذا الشيء؟ هو حقيقة
ماكو صرف نظر، لأن احنا متواصلين بشكل مستمر، وبالأساس هم يعرفون حجم الدمار اللي صار. احنا تقديراتنا بالأرقام جامعة الأنبار تحتاج 50 مليون دولار حتى ترجع بكشوفات وبشكل واضح. ولكن أيضا هم عندهم مشاكلهم. إذا نتكلم عن اليو إن دي بي، عندهم تمويل محدود. اليو إن دي بي هي ما تمول نفسها، هي تأخذ من الدول المانحة، فأكو عندهم مشاكل في التمويل لمحافظة الأنبار. أغلب تمويلهم لهذا العام 2019 راح يتوجه لمحافظة نينوى. احنا كان عندهم عندنا زيارة من قبلهم من السيد جيراردو ولفظ المرافق له، اللي هو ريزيدنت أو المسؤول المقيم للبرنامج، اللي هو صار مكان السيدة ليزي جراندي يوم الخميس، أيضا كان لقاء وياهم. وإن شاء الله أكو تفاهمات على مشاريع قادمة، ولكن مو بنفس الوتيرة اللي أنجزوا بها في عام 2018 لأسباب تمويلية ليس إلا. فيما يخص الصندوق، أنا متواصل مع السيد رئيس الصندوق بشكل مستمر، وأيضا يعانون من التمويل. يعني خلال 2018 أنجزونا مشروع واحد في كلية الزراعة، مشروعين بالحقيقة في كلية الزراعة، وفي تربية وفي ترميم قاعات الدراسية لأقسام اللغة العربية في التربية الإنسانية. والآن قبل يومين تم توقيع عقد مع شركة معينة لإعادة ترميم قسمي الكهرباء والسدود في كلية الهندسة. دخلنا 3 مشاريع إن شاء الله يتم إحالتها قريبا جدا، اللي هي بنايات عمادة كلية التربية العلوم الصرفة والتربية العلوم الإنسانية، وبناية المساعد العلمي سابقا. طبعا احنا عندنا أولويات، هاي أولويات لأن هاي الكليات كبيرة. كلية التربية الإنسانية أكثر من 3000 طالب ينتظم بها. بناية رئاسة الجامعة اللي هي أصلا مخصصة للتربية الرياضية، الآن رئاسة الجامعة بالسادة المساعدين والأقسام الإدارية التابعة لهم هم يشغلون بناية التربية الرياضية. أصلا عندنا مشكلة في توزيع الأبنية أيضا. حقيقة الأولوية أو الأسبقية بالنسبة لنا الآن هي النادي الطلابي المركزي. المركزي نعم، اللي هو في بداية الجامعة. الآن احنا عندنا تفاهمات مع اليو إن دي بي ومع جهة أخرى، إن شاء الله خلال 2019 يبدأ العمل به إن شاء الله. دكتور، تحدثنا عن البحث العلمي وتحدثنا عن الموضوع العمراني. طلبة جامعة الأنبار شنو ممكن أنه تحضيرات لهم، تحضيرات على سواء الموضوع التربوي أو العلمي أو حتى البحثي أو حتى موضوع المقاعد الدراسية والقاعات الدراسية؟ يعني أكون اليوم أيضا معاناة بعض القاعات الدراسية اليوم، شنو من الممكن أن نوعدهم لعام 2019؟ حقيقة يعني طلبة جامعة الأنبار أنا أتكلم بها بأكثر من مكان، هم من يدفعنا للعمل بإصرارهم بتفهمهم لوضع الجامعة. يعني لا أجد كلمة مناسبة لأن أوصفهم أو أوصف طالب ينتقل يوميا 200 كيلو حتى يجي يحضر محاضرات ويدرس لما كنا في فترة النزوح، تذكرون يعني. فكانوا هم يعني مثال يحتذى به في الانتماء للجامعة في فترة النزوح وفي فترة العودة. لي حد قبل فترة قريبة جدا، أقل من شهر تحديدا، طبعا كل الطلاب هم، ولكن يذكر يجي في بالي الآن، طلبة كلية الآداب رمموا بناية يصبغوها بإيدهم في سبيل سوى قاعات دراسية، لأن هاي البناية اللي لحد الآن احنا المفروض تنفذ بقرض من وزارة التعليم العالي من الصندوق، بس لأنه يعني ماكو وزير حاليا فالموضوع تأخر. وإلا عندنا بناية مخصص لها 334 مليون دينار لاستكمالها، هي حقيقة بناية موجودة ولكن توقف العمل بها بسبب الأحداث اللي صارت. استطعنا أن نعيد توزيع الأبنية في سبيل نستوعب أعداد الطلبة المتزايدة مثل ما قلت، وصار عندنا استحداث قسمين في هذه السنة، قسم شبكات الحاسوب في كلية الحاسوب والتكنولوجيا المعلومات، وقسم الرياضيات التطبيقية أو خصصنا هذا البناية جديدة لقسم الرياضيات التطبيقية في كلية العلوم أيضا. فأنا لا أوعد، ولكن أوعد بشيء واحد، بأني لن أدخر جهد في توفير ما يمكن توفيره من مستلزمات أساسية
والمختبرات التي نعاني منها كثيرا. خطتنا في جامعة الأنبار بأن نستكمل المختبر المركزي، والمبالغ لاستكمال هذا العمل حصلناها، إن شاء الله خلال فترة قريبة راح يستأنف العمل به. لما يستأنف العمل في المختبر المركزي وينجز، راح نسحب جميع الأجهزة البحثية من الكليات ونضعها في مكان واحد، وهي الخطوة الأولى لتأسيس أو استحداث كلية الدراسات العليا ضمن مشاريع الجامعة، اللي هي خلال سنتين إن شاء الله نستحدث كلية الدراسات العليا. راح تكون هذه الكلية مسؤولة عن إدارة برامج الدراسات العليا بالماجستير والدكتوراه والدبلوم العالي إذا قرر استحداث هكذا برنامج، ليتم الاستغلال الأمثل للموارد فيما يخص المختبرات والمواد العلمية الأخرى. كل ما تحدثنا به عن ما يخص العمران، ما يخص آلية العمل، اليوم أريد نسأل عن شيء اللي هو نلاحظ اليوم قد يكون بعض الأشخاص أو بعض الصفحات الوهمية والتي لا تكاد أن تذكر، يعني حقيقة يعني أرقام لا تضاهي قيمة العمل اليوم في جامعة الأنبار. نتحدث عن جامعة الأنبار، نتحدث عن الأستاذ الدكتور خالد بتال النجم، يعني كجامعة الأنبار اليوم أكو من يضع العصا في عجلة الإعمار والتقدم، اليوم أكو من يتحدث قد يكون بسوء عن جامعة الأنبار. دكتور، ما مدى أهمية جامعة الأنبار لمثل هذه الحالات؟ ما هي أهمية جامعة الأنبار وهل تتأثر بهكذا أمور؟ أنا أعكس السؤال وأقول ما أهمية هؤلاء لجامعة الأنبار؟ فالجواب يكون صفر على الشمال رياضيا، لأن هذه طنطنة ذباب لا نسمعها، ولكن مع ذلك سأجيب. أعتقد المفروض أن يوجه السؤال لهذه الصفحات وهؤلاء الناس. سأعطي مثالا. في يوم من الأيام أتى شخص يريد أن ينقل زوجته من الجامعة العراقية إلى جامعة الأنبار، هي تدرس في كلية التربية وريد أنقلها لكلية الآداب. قابلني، قلت له ما يصير لأنه فرق الاختصاص وكذا إلى آخره. نفس اليوم راح كتب على انتشار الجرب في الأقسام الداخلية، وعرفت أنا منه، وواجهنا في الأخوان في الإعلام. هي ردة فعل، إذن هي ليست انتقاد، هو ماكو شيء هذا اللي قاله. يأتيك شخص آخر ويتكلم عن الجامعة بطريقة لا أعلم ما هو الدافع وراه، ولكني أخمن، قد تكون لدي بعض المعلومات البسيطة. هناك ماكينات إعلامية تدفع باتجاه تشويه سمعة الجامعة. فأنا أقول لهم إن كان من يفعل ذلك طمعا في المنصب فليأتي إلي، وأقولها صادقا، إن وجدته مؤهلا، إن كان ذلك ضمن صلاحياتي، سأتنازل له عن منصب رئاسة جامعة الأنبار لأنه لا يعني لي شيئا. وإن كان المقصود تشويه سمعة جامعة الأنبار وأهل الأنبار، فهؤلاء أكبر من أن تشوه سمعتهم بصفحة وهمية على الفيسبوك يشاهدها 100 أو 200 أو 500 واحد. دكتور عفوا أقاطع، حتى الاستهداف، يعني ما شاهدنا أنه استهداف لدكتور خالد بتال، يعني دائما ما يكون أنه استهداف لقد تكون جامعة ومن ثم قد مساس بالمحافظة كاملة. حقيقة كتبت بعض الصفحات عن استهداف شخصي واطلعت عليها، منها إعلامية لا تستحق أن أذكر اسمها، إعلامية حقيقية أم صفحة وهمية، يعني صفحة باسمها الرسمي، عن فساد رئيس جامعة الأنبار وإلى آخره. وأنا دعوتها على لسان الناطق الرسمي باسم جامعة الأنبار، وأدعوها الآن، وأدعو الجميع من يمتلك ملفا واحدا فليأتي به إلي في فساد في تعامل مالي. هي لا توجد موازنة وأموال كي يكون هناك باب الفساد أصلا، ولكن مع ذلك أبوابي مفتوحة للجميع، وسيكون هنالك لقاء قريبا مع جميع أو مع من يرغب من الصحفيين النشطاء المدنيين، يسأل ما يشاء وسأجيب
بكل صدق وبكل شفافية. لكل نجاح أعداء، هذا شيء مفرغ منه، ولكن أن تصل المرحلة إلى الطعن في جامعة الأنبار كما حدث قبل فترة في موضوع أتحدث عن ما يخص كلية العلوم وإلى آخره، هذه صفاقة ولا أستطيع أن أوصفها إلا بأنها كتابة مفلسين. والغريب تم تناقلها يعني بشكل غير مصدق. لماذا لا يتم تناقل الأمور الإيجابية؟ لا أتكلم عن الجامعة فقط، عن جميع جامعات ومؤسسات العراق. هذا شيء مستغرب حقيقة. حدث كلام عن نصب الجامعة وانتقادات كثيرة وإلى وبشكل حقيقة لا يليق بمثقف وفنان يدعي بأنه فنان ويكتب بأني تعبان. عجبا، هكذا أسلوب المثقفين؟ هذا النصب في فكرة من فنان منتسب في الجامعة نكون له كل التقدير والاحترام. أردنا أن نوصل فكرة، وأنا شخصيا شاركت فيها، أنا أتحمل هذه الفكرة. شخصيا نعم نعم نعم. ولكن ما ذنب الفن التشكيلي إذا لم يكن مفهوما من الآخرين؟ ومع ذلك أعلننا بأن من لديه فكرة فليأتي بها للجامعة. طبعا هذا الإعلان سبق أكثر من سنة أيضا أعلننا، انطونا ملاحظاتكم، لأنه أنا ما بطور لا ألتزم برأي ولا أتزمت برأي، إن هذه منظر أردنا أن نوصل رسالة عن رحلة الجامعة في نصب فني. إن أخطأنا فنعالج الخطأ. ما هي الفائدة من أن ألتزم برأيي وهو مكروه وغير محبذ النظر إليه من قبل الآخرين؟ ما يعجب الناس نشيله وتنتهي المشكلة، ولكن ما عندنا مشكلة نشيله وخلص، ما مفروض مشكلة. ولكن أن تصل النقد إلى مراسل قناة فضائية يأتي ويقف خلف النصب ويتكلم بأسلوب لا يليق به ولا يتناسب مع مستواه العلمي ومستواه الثقافي وتحصيله، ونحن نعلم الكثير، لكن نتجاوز، لأن الجامعة لا يمكن أن تكون ندا لأي شخص ولا لأي جهة، لأنها الجامعة يجب أن نترفع في طرحنا عن الكثير من الأمور. دكتور، يعني جنابك اليوم رئيس جامعة الأنبار، فبالتأكيد تمتلك المعلومة، وأيضا القريبين عليك يعرفوا أنه تمتلك قد يكون فراسة وذكاء. اليوم من يقف وراء هذه الصفحات؟ من يقف، من المستفيد من هذا العمل؟ أنا يعني حسب تقديري الشخصي هنالك ناس طامعين في منصب رئيس الجامعة يعتقدون بأنه، لا أعلم ماذا يعتقدون حقيقة. يعني دكتور، بالتالي قد يكون أنه هم من داخل الجامعة وحقيقة يعني قد يكونون من داخل الجامعة وقد يكونون من خارج الجامعة، ولكن أنا بطبعي لا أسمع ولا أشغل نفسي بهكذا أمر. الحقيقة دكتور، مرات لما يكون النشر أكاديمي وعلمي يعني تتصور يجوز الشخص أنه من داخل الجامعة، لكن أحيانا يكون النشر بطريقة، لا مو هذا مقصوده. مقصوده قد تكون طريقة التعبير وأسلوبة الكتابة قد تكون حتى تبعد يعني التهمة عن الشخص. أنا قلتها أستاذ أحمد، قلتها وأقولها، وما دمت رئيسا لهذه الجامعة في هذا المكان أبوابي مفتوحة للجميع. أستقبل المنتقد وأتناقش معه، إن أقنعني أنا أرعوي عن رأيي، وإن أقنعته خلاص إحنا نعمل وفق نظام. مجلس جامعة ماخذ صلاحياته، مو رئيس الجامعة هو يدير الجامعة فقط، مجلس الجامعة ماخذ صلاحياتها، الكليات عندها صلاحياتها، أكو مفاصل بالجامعة، عملنا عمل مؤسسي، كل هاي المفاصل كل من ماخذ دوره وماخذ صلاحياته وماخذ مسؤوليته. أنا أقول وأكرر، اللي ينتقد رئيس الجامعة أوكي أهلا وسهلا، على الأقل يجيني يوم الثلاثاء، أخاف ما أقدر أشوفه، ما يقدر يجي ليتعب نفسه، عندي صفحة
على موقع الجامعة الإلكتروني اسميناها صفحة الشكاوي والمقترحات، الجميع يستطيع أن يتواصل معنا وأجيب شخصياً أطلع عليه شخصياً، وإذا شخص كاتب لي وأنا ما مجاوبه أدعو بأن يجيني حتى أعتذر من عنده. شكراً جزيلاً دكتور، احنا مسرورين جداً وزادنا الشرف والسرور بلقائك. كلمة أخيرة من خلال قسم الإعلام. حقيقة من خلال قسمكم وكاميراتكم المشكورة التي واكبت عمل الجامعة، أولاً أحب أشكر قسم الإعلام والعلاقات العامة في جامعة الأنبار، كانوا سباقين في تدوين كل شيء عن جامعة الأنبار، وأشكر زملائي وأحبتي وأخوتي في مجلس الجامعة. حقيقة نعمل في مجلس الجامعة بروح الفريق الواحد، وهذا قل ما يكون في المؤسسات بهذا الحجم وبهذا الكبر كمستوى جامعة الأنبار، فلهم مني كل الشكر والتقدير والاحترام على هذا التكاتف وهذه الروح في العمل الجماعي. والشكر موصول أيضا إلى زملاء التدريسيين جميعا لما يقدمونه من جهود كبيرة وجبارة، ويتحملون ما يتحملون وأنا أعلم بالكثير من التفاصيل، وإلى إخواني الموظفين في جميع مرافق الجامعة من الأقسام الإدارية إلى الفنية إلى الصيانة إلى الإعمار إلى الجميع. وأختم بالشكر إلى أبنائي الطلبة الذين كانت لهم مواقف كبيرة في أيام النزوح كما ذكرت في اللقاء، والآن عندما تخرج إلى الجامعة تجد مدى الالتزام ومدى الرقي في التعامل بينهم ومدى التفاني. حقيقة أقولها ليس الإعلام ولكن هذا ما مقتنع به أنا، هناك تفاني في الدراسة، فلهم مني كل الحب والتقدير والاحترام ودعائي لهم بأن يحفظهم رب العالمين وأن تتوج هذه المسيرة بالنجاح والتخرج إن شاء الله. شكرا جزيلا. وأنتم مشاهدين الكرام لكم منا كل الحب والتقدير والاحترام على حسن المتابعة والإصغاء، حتى نلتقي في حلقة قادمة، كونوا في أمان الله.